وهذوم يمثلوا الشعب، واليوم الشعب خرج وقلهم نجموا تسامحونا عبر ديجاج، لأنهم بعد 10 سنين فرغوا البلاد. إرادة الشعوب لازمها تحترم. برلمان كامل ما يمثلش التوانسة، 10 سنين من الخراب والفساد والتجويع والتهميش، اليوم لازمهم يحترموا إرادة الشعب وكلها تمشي ديجاج. هلكوا الصحة، هلكوا التعليم، هلكوا الفلاحة، هلكوا السياحة، ما خلونا حتى شيء. كل حاجة كانت مكتسبات الدولة مشيت في الوقت نتاعها. ناس هذي يا خويا مش تخدم فينا، ناس الشعب تعب. تصور انت الشعب عيد اضحى 90% ما عيدوش. الاخوان ورقتهم وفات يا غنوشي، ما عادش عندك شكون في المنطقه، الفلوس وفات والبترول دولار فلوس وفات. راك في تونس زاد البارح قيس سعيد حرق لك وراقك. راه ضم اللي يحب الوطن مش يحب قيس سعيد. واضح ثم عباد جايه على خاطر تونس، هذه عباد خربت وقتلت وعملت كل شيء. ما تصوروش انت المؤسسه الامنيه شتوها، رئيس منطقه شد 3 ايام وبعدين احوه، مدير اقليمي شد جمعه وبعدين احوه.